الجزائري، ماذا يحدث بالضبط في الدوائر الأمنية؟ أسئلة كثيرة تطرح الآن في الساحة السياسية، في وسط المجتمع، بين المواطنين، حالة ترقب، حالة تخوف، حالة من الهلع بين الناس، أسماء تنشر بأنهم سيعتقلون وفعلا يعتقلون، أشياء غريبة لم نعرفها من قبل، تهدد حرية الناس، تهددها بشكل مخيف، متابعات لا تختلف عن متابعات محاكم أمن الدولة في الثمانينات، ولا تختلف كثيرا عن محاكمات المحاكم الخاصة في التسعينات، ربما ليس من ناحية الشكل، من ناحية تركيبة المحكمة، لكن ناحية الموضوع، من ناحية مضمون التهم، نجد أن هناك تقارب كبير بين الطريقة والتعامل وحتى طريقة التوقيت وأسباب المتابعات. فنجد هناك تقارب كبير بين نوعية المحاكمات التي كانت انتقائية آنذاك وصارت انتقائية الآن كذلك. فطبيعي جدا أن الجميع يعلم أن تقرير كل النشطاء الذين تم اعتقالهم، ونحن على دراية بتفاصيل دقيقة من الملفات، تم اعتقالهم بانتماءاتهم السياسية واستهدافهم بدقة، وتم اعتقالهم كذلك بكثافة نشاطهم في الحرب. هذه الأسباب وليس بالتهم التي قد تجدونها لدى وسائل الإعلام أو تجدونها في الملف، لأنها في الحقيقة لا يمكن إسقاطها على النصوص القانونية بأي شكل. أعرج على نقطة مهمة جدا، متى حدث هذا؟ كيف كان الحراك؟ وكيف كان المجال الحقوقي؟ وكيف أصبح؟ نقدر نقسمها إلى مرحلتين. مرحلة بداية الحراك لم تكن هناك اعتقالات من هذا النوع، يعني كان ثلاثي أول ممكن، أو رباعي أول، أو ثلاثي ثاني ورباعي ثاني، يعني الفترة الآن بين 7 أشهر و 8 أشهر. كانت الثلاثة أشهر الأولى وربع الأشهر الأولى التوقيفات تتعلق بتهم، وأنا قلت في كثير من الفترة منها، يا إما الإخلال بالنظام العام، يا إما الاعتداء على قوات الأمن. المهم تهم تندرج ضمن الجنح البسيطة ويستهدف فيها نوع من الشباب، والكثير منهم تحصلوا على البراءة، ولم يبقى منهم كثير في السجن إلا البعض اللي قاموا ربما بواقع حرق كما حدث في يوم 8 مارس أو ألماس. المهم أن السلطة لم تكن تتابع المعتقلين الموقوفين بهذه التهم اللي جاءت في نص المادة 79 خاصة والمادة 96. هذه النصوص اللي بدأت تطبق فيها السلطة بعد بداية جوية، يعني شوف، يعني عندك انت مثلا فيفري مارس ابريل ماي جوان، امور ما كانتش في هذا السياق، ما كانتش في هذه الحده من القمع، ما كانتش في هذه الحده من الاعتقالات. لماذا بدايه جويليه بدات الوتيره تتسارع وعدد المعتقلين يرتفع والتهم تقريبا تتقارب وتتشابه؟ يعني اما نعملوا لهم المساس بالوحده الوطنيه، نقول جوان جويليه المساس بالوحده الوطنيه المادة 79، أو عرض منشورات من شأنها الإضراب بإنصاح المادة الوطنية المادة 96، أو المساهمة في إضعاف معنوية الجيش. هذه هما التهم اللي راهي تسقط على 100 مسجون الموجودين الآن رهن الحبس المؤقت. دوك نجيو نتكلموا نوعا ما على الحبس المؤقت، لأنه مهم جدا نعرفوا لماذا هؤلاء موجودون رهن الحبس المؤقت. هل الإجراءات الجزائية تسمح بوضعهم؟ هل القانون يسمح بوضعهم؟ هل تم توظيف هذه الآلية؟ توظيف سياسي، وهي آلية الحبس المؤقت الذي تم تعديلها من خلال تعديل إجراءات الجزائية في 2015 وتعديل الدستورية في 2016، هل فعلا هذه الآلية وبهذه الوقائع يمكن إبقاء على هؤلاء؟ يعني هناك أشياء غريبة تحدث، لأنه في الحقيقة هذه التهم وهذه النصوص اللي راهم متابعين بها تقريبا جاءت بعد الانقلاب تاع بومدين في 65. هذا النصوص الموجودة ربما من المادة 70 حتى المادة 90 في قانون العقوبات، وبإمكانكم تطالعوا عليها، هي كلها نصوص تندرج ضمن الخصومة السياسية أو الانتقامات السياسية وتوظف لهكذا مرحلة. والناس سكت عليها حتى تفاجأنا الآن بأن الطريقة في التعامل مع النصوص القانونية كانت للأسف خطيرة جدا. أن نجيبوا مادة من الطاقة فليكسيبل كما المساس بالوحدة الوطنية وفضفاضة لا تملك حتى صور كيف نسقطها على واقع ما، وركبوها لشخص ونقولوا انت مسيت بالوحده الوطنيه ونحطوها راه الحبس المؤقت. بالله عليك كي نحطوا واحد في الحبس المؤقت ونقولوا له نديروا معك التحقيق،
على منشور في الفيسبوك، على وش يحقق هذا الحق؟ وعلاش الحبس المؤقت؟ الآن الحبس المؤقت صار ذريعة لإبقاء الناس رهن الحبس لا أكثر ولا أقل، ولا شيء سينتجه التحقيق بأي شكل من الأشكال. من المفروض الإجراءات الجزائية عندما أوجدت آلية التحقيق كوسيلة للعمل القضائي لينتج عملاً ما، أنت كي تحكم مثلاً الشيخ كمال خضر بوريا وتحطه تقول أنت راك حبس مؤقت وعندك واقعة، واقعة هي تصريح واضح ومباشر ونخلوه، فماذا يحقق قضية التحقيق في تصريح؟ وماذا سينتج تحقيقه؟ كل هذه الأسئلة تعطي انطباع على أن هناك نوايا واضحة ودون شك بأن هؤلاء الأشخاص يوضعون رهن الحبس المؤقت فقط من أجل الحبس المؤقت وليس من أجل التحقيق في قضاياهم.